طيب، ما دور الذكاء اليوم في إعادة التوازن المالي؟ الزكاة فريضة ربانية وركن من أركان الدين، ولم يكن الله عز وجل يجعلها كذلك إلا لعظم قيمتها وأهميتها وأثرها. فلذلك الزكاة ذات أثر كبير على الغني وعلى الفقير وعلى المجتمع وعلى الأمة. فهي فيها جانب أخلاقي تربوي، تربي الإنسان على الجود والكرم، و يعني تنقيه من الشح والبخل، تفيد الفقير في أنها تنتزع منه الأحقاد والكراهية التي قد يحملها على الأغنياء، نعم، تقلل السرقات والاعتداء والجرائم، فهي ذات بعد اجتماعي أيضا، بالإضافة إلى أنها تحقق النمو الاقتصادي. الزكاة عندما تكون تطبق كما أرادها الله عز وجل ليست فقط تغني الفقراء، وإنما توجد أغنياء يدفعون الزكاة لاحقا. سبحان الله، فيرتفع منسوب الأغنياء ويقل منسوب الفقراء. فلذلك الفقهاء قالوا مثلا صاحب الحرفة يعني إذا ظهرت عليه الجدية يعطى من الزكاة ما يستطيع أن يقيم به حرفته ولو كانت آلاف الريالات. جميل. وذكروا مثلا لو إنسان حرفته الذهب يعان من الزكاة ولو بعشرات الآلاف، حرفته الزراعة، حرفته النجارة. فالفقهاء تحويل الفقير إلى شخص منتج منتج ويعطى من الزكاة ما يحقق ذلك ولو كان كثيرا، لكن كما قلت هذا ضمن ضوابط وقواعد لابد أن تراعى. فالزكاة فيها حل كبير لكثير من المشكلات، ولو أي دولة يعني يوجد فيها توزيع عادل للزكاة، يعني أخذ عادل وتوزيع عادل، يقل فيها الفقراء، بل لا يستبعد أن يحدث ما يذكر في عهد عمر بن عزيز أنه لم يجد من يدفع له الزكاة. يعني بغض النظر عن ثبوت هذه القصة وعدم ثبوتها، لأن خلافة عمر كانت قصيرة، لكن واقعيا هذا الذي سيحدث، لأن الزكاة الفقراء سينتقلون إلى أغنياء، والفقير منهم سيجد الكفاية، وسنجد في يدنا فضلة سننفقها في تزويج العازب، وفي مثلا جوانب التعليم، وفي جوانب الصحة، وفي غير ذلك. فهذا هو المنطق، لكن هذا كما قلت مرهون بالأخذ العادل والتوزيع العادل. إذا لابد أن يكون هناك جدية في الموضوع وعدالة. نعم، عدالة، وأن تولى الثقات، أن يكون يطمئن الناس إلى أن القائمين على أمر الزكاة هم من الثقات، حتى يدفعوا المال بطمأنينة، وحتى لا يتهربوا من الزكاة. هذا أمر مهم لا بد منه. جميل، عندما نحضر مثل هذه المجالس ونسمع مثل هذا الكلام عن أثر الزكاة وأثر الاقتصاد الإسلامي على واقع الحياة، تتشوف أنفسنا لأن يكون هذا يعني واقعاً أو مطبقاً في أرض الواقع. بإذن الله سيكون واقعاً، نحن متفائلون، والله عز وجل وعد بنصر دينه. نعم. والغلبة لله عز وجل ولرسوله، فنحن متفائلون، والعالم الآن كله يتجه في اتجاه الحل الإسلامي كما قلنا، وإنما علينا أن نجتهد، وعلينا أن ننظر، وعلينا أن نوجد الحلول، وأن نجعل الحلول جاهزة عندما يحتاجها العالم يجدها جاهزة، لا ننتظره حتى يكتشفها هو وحتى يطبقها هو. فهذا واجب علينا، وإلا فالمسلم عليه أن يثق وبنصر الله عز وجل، ومهما حلولك الظلام فسيعقبه النور بإذن الله عز بإذن وجل الله تعالى.